استطاعت امرأة يمنية طموحة افتتاح مول تجاري لتجميع أكبر مشاريع النساء في تجمع أسمته ملكات مول للمشاريع النسائية الصغيرة. نتابع. أربع فتيات تحولت أحلامهن الصغيرة إلى واقع حي، مروة وهدى ونور ومروة. يجمعهن الهدف السامي لبناء مشاريعهن الخاصة في مكان واحد ليتشاركن الهمة والعزيمة. فكرة مشروعي بدأتها كان في بالي إني أفتح في محل ملابس، فالبضاعات في الأسواق متكررة ومتشابهة يعني، فحبيت إني أسوي شيء مميز يميز بضاعتي. اشتريت البضاعة وبدأت أحط عليها لمساتي، منها طبعا رسم، ومنها فصوص تعديل، ومنها تغيير في الاسم، تغيير في نوع الموديل، طبعا قص وكم، إضافة قماش، أشياء تعديلية بحيث تخلي المنتج يبرز في شكل أكثر جمالي. الفكرة هذه جاءتني بحيث إنه أكون شيء مميز في السوق، والصعوبة اللي واجهتني إنه يعني انعدام المحلات لأن أسعارها غالية، وطبعا تكون على الشارع وتحتاج ديكور، تحتاج أشياء كثيرة. المشروع في البداية كان صعب عليه، بس فيما بعد بدأت إن أنا أحاول إن أنا أكون مشروعي حلو. بدأت أكذب الزبائن أولا مشان الأسعار، كان من قبل يعني كأسعار مقارنة في السوق، فأسعاري كانت أكثر هباطا، نفس إنه نفس الماركات نفس كي. ميزت إنه في عندي جايبة الحاجة اللي هي أصلية وجايبة التقليد منه، عشان يعني الزبون أول ما يجي ما يحترش، في عندي اللي هي تقليد وفي عندي اللي هي أصل. كانت أول حاجة بدأت فيها بتسويق في الصفحة في الواتساب كذا عروضات، عشان حسيت إنه في ذي الأيام العروضات اللي تمشي. جمعهن المكان وحب العمل والسعي لمساعدة أسرهن بالدخول إلى عالم المال والأعمال بمشاريع صغيرة قد تكون مألوفة لدى البعض، إلا أنهن حاولن إدخال الأشياء واللمسات الخاصة بهن للانفراد بما يقدمنه. بدأت الفكرة لأنه فكرة الأكل حق الكوري نفسها لأنها صحية، فما فيش نحن مطاعم عندنا احنا تتبنى هذه الاشياء، ففكرت في الفكره هذه انه ضروري تكون يعني ليش ما بداش مثلا باشياء صحيه. السبب اللي خلاني افتح المشروع هو انه سبحان الله الحاجه اللي خرجتنا نعمل، والحمد لله بدات انهض مشروعي شويه شويه، وان شاء الله اوصل للشيء اللي انا اريده، يعني انه يكون مشروعي اكبر واوسع ويكون منتشر في الواتس في الفيس في التواصل الاجتماعي، هذا إن شاء الله بإذن الله. تطمح كل واحدة من هؤلاء الفتيات الواعدات بجيل يمني يؤمن بذاته وحبه للعمل ليكن سيدات الأعمال اليمنيات المتفردات واللواتي خرجت آمالهن من رحم معاناة اليمن، ليثبتن حقا أن الطاقة الكامنة في أبناء اليمن للصعود به نحو القمة لن توقفها صعاب أو محن مهما كبرت.